السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل دروس الداتا سنتر بدرس النكسس، نكسس أوبريتنج سيستم، نظام التشغيل المدعوم من سيسكو لأجهزة الداتا سنتر، على الأخص السويتشات ال 7K وال 5K وال 3K وال 1K والسويتشات المشابهة. حاليا عملنا مشروع سيسكو للجميع إن شاء الله، وهذا هو عبارة عن مشروع لدعم جميع فئات المجتمع العربية، المجال التدريسي، مجال مشاركة جميع ما تقدم له شركة سيسكو من شهادات، مشاركة خبرتي من الناس اللي نتعلم منهم. اليوم راح أتكلم عن النكسز. النكسز مثل ما ظهر أمامكم صورة، هي عبارة عن سويتشات بأحجام مختلفة بإمكانيات مختلفة. راح نتعرف على نظام التشغيل اللي يشتغل على هذا نظام الهاردوير، على هذا الهاردوير عفوا. مثل ما ظهر امامكم، هذه هي سويتشات ال 2K، ظهر امامكم الصورة هذه بعض السيرفرات من سي سيريز. فنظام تشغيل هو لك وات از نكسس اوبريتنج سيستم، هو كنظام تشغيل صمم للداتا سنتر، او اس ديزاين فور داتا سنتر. يحتوي على إمكانيات الراوتينج والسويتشنج. ممكن نعمل راوتينج، لأن هذه السويتشات هي عبارة عن مالتي سويتشز، تدعم اللاير 2 واللاير 3. بنفس الوقت هو عبارة عن نظام تشغيل دمج بين اللان وبين السان بالنسبة للستورج اري نتورك، مجال الخزن كاي ام سي وكنت اب او الشركات المشابهة لهذا الموضوع. كنظام تشغيل هو شغال بالسي ال اي مثل الاي او اس، يدعم الاكس ام ال انترفيس. بنفس الوقت هو بيس اوف سان او اس، هو نظام شغال ايضا لاجهزه الام دي اس. كنظام تشغيل اركتكتشر كتفاصيل، هو يحتوي على ثلاثه فاندمنتال تكنولوجي، يحتوي على ثلاث اساسيات، كلاير 2 سويتشنج وكلاير 3 راوتينج. بنفس الوقت هو مثل ما ذكرت ستورج بروتوكول، يدعم السان ستورجز لتمرير الترافيك من بيئة اللان إلى السان ودمجهم مع بعض من خلال الفايبر شانل أوفر إيثرنت. هو بيست أون، أساسا هو موجود على لينكس 2.6 كيرنل. الجميل بهذا السوفت وير، هو سوفت وير سهل جدا وقريب جدا من الاي او اس. كسوفت وير هو يتعامل بشكل مراحل، مودولز، بشكل قطع. الكونفجريشن بي تكون سهلة جدا. يحتوي على الكيك ستار ايمج، يدعم الاي بي فيرجن 6 والاي بي فيرجن 4 كذلك اللاير 2. بالنسبة للمواصفات السوفت وير، هو عبارة مثل ما ذكرت انه لاير 3، يدعم الفيلان، الرابد سبانينج تريز، الام اس تي، ال كاب، الفيرتشوال بورت شانل والاو تي في اوفرلاي ترانسبورت فيرتشواليزيشن، كذلك الفايبر شانل اوفر ايثرنت اللي هي عبارة عن انكابسوليتنج بين الايثرنت وبين الفايبر شانل في مراحل الستورج. يدعم كذلك اللاير 3، يدعم بروتوكولات الاو اس بي اف، اي جي ار بي، بيم، اتش اس ار بي، الفي ار ار بي والاو تي في، كذلك يدعم الاي اس اي اس. يحتوي على خواص السكيورتي مثل الاكسس ليست بالنسبة للاير 2 لاير 4، بورت سكيورتي، سيسكو تراست سكيورتي، كل هذه المجالات. تعمقا بالموضوع مرورا بالمراحل والدروس والتسجيل ان شاء الله نتعرف على كل هذه التفاصيل بشكل ممل. واحدة من خواص هذا السوفت وير هي مهمة جدا، اللي تدعمها هذه الأجهزة، اللي هي ان سيرفيس سوفت وير ابجريدز، اللي هي خاصية الاي اس اس يو. هي عبارة عن تكنولوجي جميلة جدا في بيئة الكلاود، خاصة في سويتش 7K أو 9K. أنت ممكن تغير أو تحدث الـ image software اللي يشتغل عليه الـ 7K أو 9K مثل ما ذكرت، أو حتى الـ 5K. ما هي إلا أنه تغير الـ image أو تعمل تحديث الـ image. على سبيل المثال عندك software شغال على 1.4، تحب تحدث إلى version 2، أنت ممكن تحدث الـ image والسويتش يكون شغال اونلاين، ما راح يحصل اي تضرر بهذا السويتش.
هذا واحدة من الخدمات اللي تقدمها هذا السوفتوير. في نفس الوقت ممكن تعطي صلاحيات الناس اللي شغالين على هذا السويتش من خلال تكنولوجيا الـ VDS اللي هي Virtual Device Contacts، انه تنطي صلاحيات ادمن وسوبر ادمن او ادمن اوبريتور. بالوقت الحالي كسوفت وير يدعم لغاية 4 فيرتشوال ديفايس كونتكس. بالنسبة للانيشال بوت سيت اب، وهي مثل الاي او اس، تبدأ مرحلة السيت اب والاجابة على اليس او نو. ممكن توضع الادمن باسورد، السويتش نيم مثل ما تعمل هوست نيم بالاي او اس. في نفس الوقت انت ممكن تستخدم اي تيرمينال مثل بوتي او سكيور سي ار تي او تير تيرم. تعمل كونسول مثل اي سويتش كاتاليست. او الكونفجريشن ممكن تدخل من خلال التلنت الاس اس اتش تي اف تي بي او الدي سي ان بي اللي هي داتا سنتر نتورك مانجمنت، حتى تدعم لك خواص القوي في حالات قسم الشركات تشتغل على قضايا القوي من خلال الدي اس ان دي سي ان بي دي سي ان ام اللي هي داتا سنتر نتورك مانجمنت. كسوفت وير بالنسبة لليوزر والرول، هو يحتوي على ديفولت اكونت مثل ما ذكرت، مثل اي سويتش عبارة عن ريد رايت، نتورك اوبريتور اللي هم راح يكون بصلاحية ريد اونلي اكسس، الفيريفيكيشن كمان بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو شو يوزر اكونت او شو رول. ككمان بالنسبة للسويتش نفسه، سويتش ال 7K او ال 5K او ال 3K او ال 1K او ما شابه من سويتشات النكسز، او مثل ما ذكرنا انا حاطط هذه الملاحظة اللي هي سويتش كماند اكزيكت مود اللي هو لايك اي او اس، انه تدخل على سويتش بهذا الشكل، حتى بعدين تدخل على الجلوبال كونفجريشن من خلال كونفجريشن تيرمينال، وضع كماند الكونفليك تي او تكون بهذه الصيغة، بعد ذلك تدخل على جلوبال كونفجريشن اللي راح تكون ظاهرة أمامك بهذا الشكل. لحد الآن هو قريب للآي أو إس. بالنسبة للكماندات اللي هي بالإكزيكت مود، بالنسبة للشو كماندز اللي موجودين اللي هو شو انترفيس أو شو رانينج كونفجريشن، بالنسبة للكلير هيستوري، بالنسبة للكلير كماندز اللي هي كلير سي ال اي هيستوري أو كلير يوزر ادمنز، أو بالنسبة للكوبي احنا بالآي أو إس معظمنا يستخدم دبليو ار. في نفس الوقت هو نفس الكماند اللي يدعم هنا كوبي رانينج كونفيج ستارت اب كونفيج. هي كماندات مثل ما ذكرت هي قريبة جدا للاي او اس. بالنسبة للي معظمنا او قسم من عندنا احنا يعاني من موضوع الانجليزي وتحتاج بعض المساعدة، بالنسبة لكونتاكت سنسيتيف هيلب، مجرد انه توضع علامة السؤال مثل ما ظهر امامك يظهر لك ما هو الممكن من كونفجريشن مثل ما ظهر بهذا المثال اللي هو شو علامة السؤال، علامة السؤال يقول لك، او تقول شو ار مثلا على سبيل المثال يظهر لك ما هو من الكونفجريشن اللي ممكن انت تعمله بهذه المرحلة. نفس الوقت هو يحتوي على بعض المختصرات، هذه المختصرات اللي هي كشورت كات تدعمنا في الكونفجريشن. قسم يستخدم هذه الشورت كات، انا واحد من الناس ما استخدمها، لكن هي مطلوبه من عندنا في امتحان السي سي ان اي داتا سنتر، على الاخص امتحان 642 916 اللي هي كنترول اي، يقول لك موف ذا كورسر تو ذا بيجينينج اوف ذا لاين، يعني يدعم لك الماوس لبدايه بدايه الكماند او الكنترول اي اللي تاخذ الكنترولر لغايه الماوس على الاحرى لنهاية الجملة، باك سبيس اللي هي تمسح حرف من اليسار. بالنسبة للتاب مثل ما نعرف احنا التاب اللي تعمل كومبليت لما تكتب اس اتش تاب يكمل لك بقية الكلمة. ومثل ما ظاهر امامكم بالنسبة كارتكتشر ليفل، بالنسبة للداتا سنتر عادة سويتشات 7K اما تكون في الكور ليفل او الاجريجيشن ليفل، بعض السويتشات مثل 2K تكون هي في الاكسس ليفل على حسب الديزاين اللي يكون موجود. مثل ما ظهر امامكم هذه هي السيرفرات بالنسبه للبي سيريز والسي سيريز او فندرز من الثيرد بارتي، اذا تكون اي بي ام واذا تكون اتش بي.
مثل ما ذكرنا هو يدعم الاو تي في اوفر فيو، كاو تي في اوفر فيو عفوا كاو تي في او تي في اوفرلاي ترانسبورت فيرتشواليزيشن هو عباره عن بروتوكول يدعم خواص اللاير 2 واللاير 3 اللي هي عمليه نقل البيانات من داتا سنتر الى داتا سنتر في حالات حصول اي ديزاستر ريكفري، اي كوارث او فيضانات لا سامح الله. فهذا البروتوكول ينقل البيانات من داتا سنتر لداتا سنتر، او مثلا على سبيل المثال اذا تكون شركة مثلا على سبيل المثال في مصر حابة تفتح فرع في السعودية، فعملية نقل البيانات بالنسبة للفيرتشوال ماشينز من داتا سنتر في هذا البلد لهذا البلد عن طريق الاو تي في تكون عملية النقل سريعة جدا، لان 7 كي يدعم لغاية سرعة تيرا بايتس بير سكند. كبروتوكول هو عبارة عن سهل جدا، من مصنع سيسكو يكون كونفيجر اوريدي، يحتاج انه تعمل فيلان بين داتا سنتر الاول وداتا سنتر الثاني. بنفس الوقت هو مثل ما ذكرت انه كلاير 2 بالنسبه لداتا سنتر انتر كونكت، هذه هي الخواص المشابهه للاو تي في، تحتاج انه نقل البيانات عن طريق الفي امور والفي موشن من داتا سنتر لداتا سنتر، تستخدم بروتوكول الاو تي في. كاو تي في هو عبارة عن بروتوكول محسن، يعني نعمل بشكل محسن لعملية توسيع اللاير 2 بالنسبة للداتا سنتر انتر كونكت. فالداتا سنتر انتر كونكت كلاير 2 هي نفس الوقت هي تدعم الدارك فايبر والام بي ال اس والفي بي ال اس. قسم من البلدان العربية لا تحتوي على الفايبر انتر كونكت، عفوا على الدارك فايبر. وهو عبارة عن بالنسبة لداتا سنتر انتر كونكت هو عبارة عن بروتوكول مبنى عن طريق اللي هو بريدج اوفر جي ار اي، عملية راوتينج عن طريق اللاير 2. اتحسن الموضوع بالاو تي في، الاو تي في ينطي اداء احسن، ينطي جرانتي بنقل المعلومات من داتا سنتر لداتا سنتر. بالنسبة كداتا سنتر انتر كونكت هو عبارة عن اوبتمايز عبارة عن تحسين للارب كاش او للارب فلودنج بالنسبة للداتا سنتر انتر كونكت. سابقا كان يدعم بعض السبانيك تري دومينز، يشتغل او يعمل بالاحرى نستخدم الكلمة هذه افضل، يعمل كمالتي ملتبلاي بالنسبة للفيلانز بدون تعقيدات بالتصميم. نفس الوقت يعطي السويتش لايرز ان تكون في مراحل الايدج راوت، انه يتصل من ايدج لايدج او من منطقة لمنطقة ومن داتا سنتر لداتا سنتر بدون تعقيدات بالديزاين، لكن يعتبر الـ OTP هو الأفضل، ومن المواضيع المركزة عليه جدا في مراحل الـ CCIE وخاصة بامتحان اللاب. بالنسبة لسويتشات الـ 7K أو كنظام تشغيل بالنسبة للـ Network، بالنسبة للنظام التشغيل اللي هو Nexus أو بالنسبة لسويتشات نفسهم على الأخص، إنه هي تدعم عملية الـ Unify Fabric اللي هي عملية الدمج بين اللان وبين السان، تكون نقل المعلومات بسرعة 10 جيجا بت بير سكند، اللي هو يحصل عندنا في خواص اللاير 2، او يكون عندك اثنين ادابترز مثل الاتش بي ال هوست باست ادابتر، كادابتر هو موجود للسان ستورج اريا نتورك. بنفس الوقت انه احنا نحتوي على نتورك انترفيس لللان، او كفيرتشوال نتورك انترفيس او كانترفيس حقيقي موجود بالنسبة لللان، هي تصبح عملية الانكابسوليتد عملية الدمج بين اللان والسان من خلال كيبل واحد. من ضمن المواضيع اللي هي تأثرت بها او التحسينات اللي عملتها سيسكو، انه تنقل الترافيك بسرعة عالية جدا، خاصة الشركات مثل القنوات الفضائية وشركات الجرافيكس او اي خدمات تنقلها، او لأي داتا سنتر هو ينبني لبنية تحتية حكومية او مدنية او ما شابه ذلك، ويكون عملية نقل المعلومات بسرعة عالية جدا. مثل ما ذكرت ان عملية الدمج تكون بين اللان والسان ترافيك، اللي هي تصبح يونيفايد مدموجة تحت كيبل واحد. بنفس الوقت انه ممكن نقل عملية الفايبر شانل اوفر ايثرنت، هي عبارة عن انبوت اوتبوت، عبارة عن مقاطع يصبح نقلهم عن طريق فيلانز، فيلان يكون للسان وفيلان يكون موجود للان، او بعد ذلك دمجهم مع بعض ننقلهم تحت تاج واحد، من لان لان او من سان لسان او من داتا سنتر داتا سنتر على حسب الحاجه بالتصميم. بالنسبه للفايبر شانل اوفر ايثرنت،
فايبر شانل اوفر ايثرنت هي عبارة عن دمج الفايبر شانل بالنسبة للسان ستورج اريا نتورك من خلال نقل الفايبر شانل فريمز الى بسرعة 10 جيجا بت من خلال لينك، حتى ننقل الايثرنت وننقل نفس الوقت ننقل الايثرنت عفوا بالنسبة لللان وننقل الفايبر شانل بالنسبة للسان، حتى نقلل تكلفة الكيبل بالنسبة للفايبر اوبتكس لان مكلفة عالية جدا. بالنسبة للاس اف بي اللي هي سمول فورم فاكتورز، هذه المجولات توصل اسعارها لغاية 3000 دولار للقطع الوحدة. فهذه عملية الدمج من خلال موضوع مشابه للايثر شانل، لكن ننقلهم هنا عن طريق الفيرتشوال بورت شانل في النكسس. بنفس الوقت هو الفايبر شانل اوفر ايثرنت لما تحصل عملية الانكابسوليشن مثل ما ذاكر هنا بالسلايد، فايبر شانل ريكوايرد لوسلس دليفري، يعني عملية الجارنتي تكون بنقل افضل واسرع. مثل ما ذكرت الفايبر شانل اوفر ايثرنت اللي هي تحتاج الى فيلان منفصل تماما عن الفيلان اللي حققناه لللان. فيلان يكون موجود للسان وما يسموه بالفيسان اللي هو Virtual Storage Area Network. هذا توضيح عام بالنسبة كنظام تشغيل. ممكن تستخدمون برنامج التيتانيوم اللي هو يعمل انتجريشن مع جي ان اس 3، يدعم بعض التطبيقات وقسم من الخواص يدعمهم وقسم من الخواص لا يدعمهم. وان شاء الله اوضح لكم هذه المواضيع اكبر بعد في فيديوهات مستقبلية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.